ومعنا مشاهدينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي سيد زياد السنجري، مرحبا بكم أستاذ زياد. إذن صحيفة الاندبندنت البريطانية ذكرت أن واشنطن تستعد للأسوأ في بغداد، لكنها يعني لن تسمح بتكرار ما حصل. كيف تقرأ الموقف الأمريكي من أزمة سفارة الولايات المتحدة في بغداد؟ نعم، مساء الخير. لا شك بأن المشهد العام في العراق أكثر تعقيدا من ذو الأحداث المتسارعة التي جرت: قصف القاعدة الأمريكية في كركوك، ثم قصف مقرات الحشد الشعبي، وأخيرا حرق السفارة أو أجزاء من السفارة. الحقيقة هي حرق السفارة لديها رمزية معينة، وهي التطاول على منطقة دبلوماسية أو أرض أمريكية، ولها أبعاد سياسية. ولربما أمريكا الآن تدرس، أو الولايات المتحدة تدرس الخيارات المتاحة لديها في عملية التصعيد، خاصة وأننا علمنا كلنا بأن قوات تعزيزات وصلت وستصل أيضا وجبة أخرى. ولكن على الصعيد السياسي، بومبيو اليوم ألغى زيارة 5 دول: كازاخستان، بيلاروسيا، قبرص، أوكرانيا. إذا نتحدث عن اهتمام كبير جدا. فرنسا أدانت ما حدث، لذلك أعتقد بأن الأمور ستتحكم فيها الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى. ولكن حسابات الولايات المتحدة، هي عدو، هي دولة احتلال، ولكن لديها حسابات أيضا ومصالح تدرسها، وليست رد فعلها عفوي مثل ما يتوقع البعض، ويكون رد الفعل ما للقوات الأمريكية يجانب الخطأ، خاصة وأن الولايات المتحدة لها أكبر سفارة في العراق ولديها نفوذ كبير جدا داخل العراق، وتعتبر السفارة أكبر مقر استخبارات في العالم خارج الولايات المتحدة. هل رفض ميليشيا حزب الله الموالية لإيران الخروج من محيط السفارة الأمريكية على الرغم من تدخل وزير داخلية الحكومة في بغداد، هل هو محاولة للتصعيد برأيك أم أنها مناورة؟ المتواجدين في محيط السفارة الآن انسحبوا تدريجيا، وهم يعتصمون بالضفة الأخرى من النهر، ولكن هناك أيضا عناصر منتشرة داخل المنطقة الخضراء، ولديهم أوامر عليا بالبقاء هناك، ولكن ليس قرب السفارة أو غير ظاهرين. هناك أوامر أتت بالانسحاب بالقرب من السفارة، وإنهاء عملية محاولة اقتحام السفارة أو الاستعراض باقتحام السفارة. ولكن بكل تأكيد أنهم دخلوا أمام مرأة الجميع، وأنهم يستطيعون الدخول وقت ما يشاءون. أما وزير الداخلية أو وزير الدفاع أو أي مسؤول، حتى عادل عبد المهدي، فقيمته صفر إلى الشمال، ولا أعتقد بأنه يستطيع أن يحرك ساكنا أمام قرار قاسم سليماني الذي كتب اسمه على السفارة الأمريكية في بغداد. وهذا دليل واضح، من ناهيك عن الشعارات بأن أمريكا برا إيران تبقى حرة، وهي رسائل موجهة أيضا ليست للطبقة السياسية بأنهم عاجزون، ولكن حتى للمتظاهرين في العراق الذين يقومون بثورة رائعة وكبيرة منذ أكثر من شهرين. لكن الحكومة الأمريكية صرحت أنها أبلغت عادل عبد المهدي بقرار ضرب مواقع الميليشيات، كيف تقرأ سلوك الحكومة بعد أن رأى البعض في تصريح الحكومة الأمريكية يعني إهانة لها؟ ما زالت الولايات المتحدة تعامل عادل عبد المهدي أفضل من معاملة الإيرانيين. هي أبلغته ولكنها اتخذت القرار. أما إيران فهي لا تبلغه بأي شيء، وإنما تتصرف فورا. يعني قصف القاعدة الأمريكية في كركوك اتخذ القرار من سليماني، ولا يستطيع أحد أن يتجرأ وأن يقصف قاعدة بدون أمر سليماني، أو بدون أي عملية عسكرية داخل العراق بدون أمر سليماني. ونحن لا نتحدث فقط عن القوات الحشد، وإنما حتى القوات الحكومية. ونتذكر جيدا مسألة الموصل التي كان هناك خيار ترك ممر لعبور الدواعش، ولكن الحشد رفض. فإذا الكلمة العليا اليوم للحشد الإيراني الموجود الآن في العراق، وهم صاحب القرار الأول. وأعتقد السيد عادل عبد المهدي لا يستطيع أن يتخذ قرار أمام الإرادة الإيرانية أو أمام الولايات المتحدة، ولكنه الولايات المتحدة تبلغه وتتخذ القرار وتقصف فقط. الآن الرئيس الأمريكي واضح في تصريحه أن إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا بسبب اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد،
هل نحن أمام مواجهة مباشرة بين أمريكا وإيران؟ سيكون العراق مسرحا لها؟ كيف تتوقع أستاذ زياد شكل تنفيذ هذه التهديدات الأمريكية؟ نعم، أنا أسأل أكثر الناس تسألني هذا السؤال، أكثر المتابعين ويسألون هذا السؤال، وهو الأهم الحقيقة على الساحة العراقية. لكن أعتقد من وجهة نظري تبقى المناوشات مستمرة، تبقى النقاط تسجل، ولكن كحرب مباشرة الولايات رغم كل الاستعدادات التي قامت بها لكنها لا تصل إلى مرحلة المواجهة. نحن نتحدث عن 100 فصيل عراقي الآن موجود في داخل العراق فقط، ناهيك عن الحرس الثوري. ولذلك أعتقد من المبكر، ولكن بكل تأكيد مع قرب الانتخابات الأمريكية ومشاكل ترامب الداخلية، يعني أعتقد بأن الولايات المتحدة ستصعد الموقف وتتخذ القرار. كيف ستصعد سيد زياد؟ عفوا، مثلا هل ستستخدم عقوبات على أشخاص محددين تعتقلهم؟ يعني الخارجية الأمريكية اليوم في تصريحها وصفت من هجم السفارة الأمريكية في بغداد بالإرهابيين، وتعني بعض القياديين، يعني ما تداعيات هذا الوصف؟ نعم، مثل فالح الفيار التي استضافته في واشنطن. نعم، ولكن الولايات المتحدة فرض العقوبات، زيادة الحصار الاقتصادي على إيران تأتي ضمن أطر المناوشات، ولكن أما المواجهة العسكرية الشاملة فلا أعتقد بأنها مستعدة لها الآن. ولكن بكل تأكيد هي خيار مطروح على الطاولة، ولكن يحتاج استعداد ويحتاج إلى تمويل، ويجب أن يستحصلوا على ضمانات بمن سيقوم بتمويل هذه العمليات المكلفة، خاصة وأن الولايات المتحدة خسرت في وقت سابق أكثر من تريليون دولار في العراق، وقتل 5000 جندي أمريكي و40,000 جريح. ولذلك عليها أن تتخذ هذا القرار بعناية كبيرة، ولكن تستمر العقوبات وتستمر الحصار الاقتصادي. وأعتقد أن ترامب لن يفوت هذه الفرصة بدون اتخاذ عقوبات جديدة تضيق الخناق على النظام الإيراني. في سؤال أخير سيد زياد، كيف تقرأ نفي مكتب فالح الفياض ذهابه إلى السفارة الأمريكية بعد توعد بومبيو من اقتحموا سفارة بلادي في بغداد في ظل تصريحات الخارجية الأمريكية؟ فالح الفياض له طموح سياسي، وهو أحد الأسماء التي طرحت لتسنم رئاسة الوزراء، ويدرك جيدا بأن الخط الأحمر الأمريكي، يعني هذا الرجل لن يستلم، مستحيل أن يستلم رئاسة الوزراء، كون الاقتصاد العراقي مرتبط ارتباط وثيق بالاقتصاد الأمريكي والعملة وإلى اتفاقيات موقعة في وقت سابق. لذلك فالح الفياض يدرك هذا الأمر ويحاول اللعب على الدور الوسيط بطريقة أو بأخرى مع ويتماشى مع الوتر العاطفي مع الحشد وإيران، ولكن بنفس الوقت يريد أن يكسب ود أمريكا أو على الأقل يحيدها في اتخاذ قرار مستقبلي. ولكن التغريدة الأخيرة والصور التي أطلقها بومبيو ووزارة الخارجية أنهت هذه المسألة بصورة نهائية، رغم التقريرات لفالح الفياض بأنه لم يكن إلا على الجسر ويشيع الشهداء إلى آخره، ولكن هذه الحيلة لم تطلع على الولايات المتحدة بكل تأكيد. شكرا جزيلا من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي سيد زياد السنجري.